ليش ما قلتي لي انك رايحه لعند سعاد خانم؟ ليش؟ عشان اخوكي مستعده يساوي كل شيء حتى لو شو ما عملوا معي. ايه وشو عملوا معي؟ قلعتني. قلعتك؟ ايه الشرشوحه يلي ما بتسوى نقلب وقت الغلا انتترت بوشي وقلعتني. يا عمو انت شو اخذك لهونيك؟ ابي زمتي انا لهلا ما رحت اطمنت على ورده وعلى الولد اللي ببطنه من كتر وشي مانو اسود. نزلت من مستواي ورحت لعندها لحتى اتفاهم انا وياها مشان طالع اخوكي من الحبس، فهمتي يا عمو؟ كله من اخي مظهر، هو علق حاله وعلقنا بقصص ما لنا فيها. والله العظيم والله العظيم اهل الحاره معن حق. خلاصي وليه؟ اذا كل الدنيا اجتمعت على اخوكي نحن لازم نوقف معه. اخوكي ما له حدا غيرنا، اخوكي عمل اللي عمله بس لانه قلنا تار معن ولازم ناخده. حتى مع المختار قلنا تار يامو؟ مع كل اهل الحاره. نحن انظلمنا كثير، انظلمنا كثير، ولحد هلا ما اخذنا الا جزء صغير من حقنا. قلي لي هلا، هي اخي بالسجن كيف بدنا نطلعه؟ بدي روح لعند شهيره خانم، وبدي ارجع روح مره تانية لعند سعاد. يو وبلكي رجعت قلعتك مره تانية؟ لا بقى تجيبي هالكلمه على لسانك منوب. ها انا ست الحاره، تجي واحدة مثل سعاد تقلعني من بيتها؟ لك ايه الها الشرف لولد ولده اني دست بيتها. ايه لا الها الشرف، الها الشرف، رح تجننوني انتو بهالبيت، رح تجننوني. العمى العمى على هالمواصيل اللي وصلنا لها، العمى بعيونها هي وبنتها. شو هالحكي اللي عم نسمعه منك يا وردة؟ شو هالحكي؟ ما بيجوز يا وردة، حرام حرام، انت هيك بتكوني عم تغضبي رب العالمين. بس انا ما فيني احمل بطني ولد ابوه غشني وقتل ابي، ما فيني. لك ايه بس الولد ماله ذنب بكل شيء صار، ولا تنسي انه هو ابنك كمان. في وحده بتقتل ابنها يا ورده؟ اسمعي يا مو، برضاي عليكي بتشيلي هالفكره من راسك، مو ناقصنا، اللي فينا بيكفينا. الناس متمنيه الله يبعث لها ولد من غامض علمه، وانت الله كرمك وحبلتي بدك تنزلي؟ ايه الولد بدي نزله. لك امي شو صار لك؟ كأنه القعدة قدامي مو بنتي اللي أنا مربيتها أحسن تربية، ولا الفهمانة والمثقفة والمتعلمة. شو صار لك؟ كأنه قعدة قدامي وحدة تانية. يا مو أنا ماني مرتاحة، أنا عم موت كل يوم ألف موتة، وحاسة حالي خاينة ومتآمرة مع مظهر عليكن وعلى أبي الله يرحمه. لك أمي اللي صار معك لا برضاكي ولا برضانا، هو غشنا ولعب علينا بس حرام حرام تشيلي الولد اللي ببطنك، حرام. ما بتفهمي انت؟ شيلي من راسك هالفكره. يا ورده اسمعي كلام امك وما بتندمي باذن الله. ولهلا ما عم يخلط مشتي انه اهل الحاره ما دخلهم بقتل ابي. لك هذا اللي كمدي لك يا والله يا معلم، هذا اللي كمدي لك يا انت. كيف سكتت له وصدقته لما كمشونا؟ سكتت له لانك اعترفت. يعني صار لي 2000 مره قايل لك معلم، يعني نزلوا فيني رأ، نزلوا فيني رأ لهلا بدني مفسخ، بعدين كمان انت دغري قريت كل شيء عندك. طيب مسكوك، ليش لا تحكي؟ اسكت. ايش روح لحالي دبل لك يعني؟ الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. طولنا بعمرك، المهم هلا هيك شغلنا مخك شوي راسك شوي، لقينا حل ما نروح فيها دبلك يا أدام. أنا لك فكر ما أنا لك روح. يا محمد صار نعيمة. عاوز شي معلمين؟ لا سلامتك، انت عاوز شيء؟ الزباين ناقصهم شيء؟ لا لا الحمد لله كله بألف نعمة. بس معلمي امبارح كنت قاعد هيك فكنت عم قول بيني وبين حالي، يعني خير شو عم تقول؟ يعني كنت عم قول بيني وبين حالي مشان تحضيرات العرس والمعازيم وهي الأمور يعني معلمي. الله يرضى عليك، ما بتفتح تمك بيسير بنوبها ليخلص 40 أبو عابي. أمرك معلمي أمرك. صدقني يا ابني عبود، أنا نفسي من عيني اللي أفرح فيك أنت وبنتي اليوم أو بكرة، بس شايف اللي صار قضاء الله وقدره، ما باليد حيلة يعني. والله معك حق يا عمي، معك حق، وكل تأخيرة فيها خيرة. روح على شغلك الله يرضى عليك، روح يا عمي.
أمرك معلمي أمرك. يلا السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا فكرت ولقيت الحل. شو طلع معك معلمي؟ أول باشتان لما بيستنطعك القاضي بتنكر كل شيء حكيته وبتقول له أهل الحارة ضربوني لهيك حكيت. رح يصدقني ويمشي الحال؟ بيصدقك لأنه أنا لما سألني كمان رح أنكر. والكلام اللي بصمنا عليه بالكراكون أنا وأنت سيدي؟ منقله للقاضي إنه بشير جبرنا نحكي هذا الحكي لأنه المقتول أبوه وهددنا بالقتل، فهمت؟ إيه خلاص أنا هعمل مثل ما بدك بس إن شاء الله تزبط. تزبط تزبط إن شاء الله إن شاء الله. صحيح معلم، بينت إمتى روحتنا على المحكمة؟ لسه مو باين بس أنا بدي أحاول أخر روحتي على القاضي، يعني بركي بيقدر يطلع من السجن براءة. وأنا؟ شبك أنت؟ ضل هون؟ لا باخذك معي. هي هي هيك أنت عيني معلم، أحلى مظهر بيك والله. تسلم لي عينك. والله لازم تخبي الحبوس أنت. رجاء لما اجيت عند الكومندان وانت مقروب قلت لحالي بتركك لحتى هيك تروق الطاسة وبعدين بفهم منك شو الحكاية. كيف ديروا لك قداس؟ كيف بديروا والكومندان جاب معدل رجالي؟ كيف شلون يعني جاب معدل رجالك؟ عرب لي اياها. قال شو بعد كل الشغل اللي اشتغلناه معهم ومعركنا كتف بكتف وفوتتنا على حارة القصب وقتلنا اللي قتلناه، قال الكومندان نحن ما كنا غير كمالة عداد وإنه هن انتصروا لوحدهم دون مساعدة حدا. وانت مشان هيك مقروق أبو الرجاء؟ ولا رح يهدى لي بال لحتى كتر رجالي وحملوا ناوة سلاح. شلون هي؟ شلون هي؟ ترك لي إياها لألي. حاكم بدي مخمخ فيها بنافوخي على من مهلي. بكرة بتقول أبو الرجاء قال وفعل. الله يجيرنا، الله يجيرنا منك ومن أفكارك. لكن أنا يقول لي أنت ورجالك ما كنت أقول لك مالة عداد؟ قط فرنساوي يحكي مع أبو الرجاء اللي قلبه ميت؟ يا باطل يا باطل. ما له حق، ما له حق بنوب. وحياة اللي أسم لك تكون معي مرجوة ولا صرمايتي. يا عيني عليك يا عيني عليك يا كبير.